عليكم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل تطبيقات على النعت من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 179. السؤال الأول: لا تصادق إلا رجلا تحمد سيرته على الدوام. النعت في الجملة السابقة طبعا لا ناهية مبنية لمحل لام الإعراب. تصادق فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. رجلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. تحمد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. وسيرته فاعل. طبعا هذه الجملة اللي هي تحمد سيرته جملة في محل نصب نعتني رجلا، يبقى النعت في الجملة تحمد سيرته، يبقى واحد خدنا رقم باء. إن خير بيوت المسلمين بيت به يتيم يحسن إليه. طبعا يتيم ده مبتدأ، هي هتكون جملة في محل رفع نعت، جملة في محل رفع نعت، يبقى احنا خدنا جيم. يقول الشاعر: حرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. كلمة يدق في البيت السابق جملة نعت، والمنعوت هو. وللحرية الحمراء باب يدق بكل يد مدرجة، وهنا طبعا المنعوت هو كلمة باب. يا هذا التاجر اتق الله، ما تحته خط اللي هو التاجر. خد قاعدة كده تقول: اسم الإشارة إذا نودي ما بعد يعرب نعت. يبقى التاجر نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يرى نفسه فيكون اسم إشارة مبني على الضم المقدر في محل في محل نصب، لأن احنا بنعامله معاملة أو ملحق بالعلم المفرد. خمسة: المهندسون المخلصون لا يقصرون في تشييد مدن تدل على حضارتنا. ما تحته خط على الترتيب المخلصون. طبعا المهندسون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المخلصون نعت مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى احنا كده على طول بعدنا خبر وبعدنا مبتدأ وبعدنا خبر، هتفضل عندي كلمة أو اختيار واحد اللي هو رقم باء. المخلصون طبعا نعت نعت مفرد. في تشييد مدن، في تشييد مدن، مدن مضاف إليه تدل طبعا، والفعل ضمير مستتر تقديره هي. الجملة دي كده نعت جملة لمدن، لأن كلمة مدن أو المنعوت هنا نكرة. وعندنا قاعدة تقول: الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. يبقى احنا خمسة أخذنا رقم باء. ستة: أقبل علينا ضيفان كريمان، ما تحته خط إعرابه. طبعا أقبل فعل ماضي مبنى الفتح، علينا على حرف جر، والناء ضمير متصل مبنى في محل جر اسم مجرور. طبعا ضيفان فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع الألف. يبقى كريمان نعت مرفوع علامة رفع الألف. يبقى رقم ستة خدنا رقم باء، نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف. سبعة: صادقت رفيقا طيبا يصدق في صداقته. ما تحت خط على الترتيب. صادقت، صادق فعل ماضي مبنى على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل. رفيقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيبا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهنا طبعا نعت مفرد. يبقى احنا بعدنا ألف وبعدنا جيم، تفضل عندي باء وتفضل عندي دال. يصدق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى احنا كده خدنا، يبقى كده والجملة الفعلية من الفعل والفعل في محل نصب. نعتني رفيقا، نعت ثاني لي رفيقا. يبقى احنا خدنا نعت مفرد وجملة في محل نصب نعت. خدنا رقم باء. رقم 8: لا تنتظر الخير من شخص لا يتقي الله. فتحته خط في محل، طبعا الخير مفعول به من حرف جر وشخص اسم مجرور، وطبعا ده نكرة، وبعده جملة فعلية. لا يتقي لا نافية، ويتقي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى الله اسم الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. يبقى والجملة الفعلية في محل جر نعت لكلمة شخص. يبقى انا هنقول في محل جر نعت. يبقى احنا خدنا 8 خدنا رقم باء. تحتل المرأة مكانة مرموقة في الإسلام بين المنعوت والنعت فيها على الترتيب.
طبعا تحتل فعل مضارع، المرأة فاعل، مكانة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، مرموقة نعت منصوب علامة نصب الفتحة. يبقى أنا كده عندي المنعوت هي كلمة مكانة والنعت مرموقة، يبقى احنا خدنا رقم د. 9 خدنا رقم د. 10 استمعت إلى الطالب ينشد قصيدة، اجعل الحال نعتا. طبعا هنا ينشد قصيدة على الوضع ده كده جملة حال، في محل نصب حال. طبعا وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة. أنا عايز أحول النعت إلى حال، أقول استمعت إلى طالب ينشد قصيدة، هتكون جملة ينشد قصيدة في محل جر، هنا في محل جر إيه؟ في محل جر نعت. عشر هؤلاء رجال يعرفون الحق، ما تحت خط جملة في طبعا هؤلاء رجال، هؤلاء رجال خلاص تمت الجملة، ورجال اسم نكرة، يبقى على طول يعرفون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون وواو الجماعة فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع نعت، في محل رفع نعت. يبقى 11 خدنا رقم جيم. وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، البيت السابق كثير الغدر إلى صديق كثير الغدر، طبعا كثير نعت مجرور علامة جر الايه الكسرة، ليس له رعاء، ده طبعا جملة فعلية بتوصف برضو صديق. يبقى أنا عندي كده الجملة تشتمل على نعتين، نعت مفرد ونعت جملة. احترم طلابا يؤدون ما عليهم، اجعل النعت مفردا، طبعا طلابا مفعول به، يؤدون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني محل رفع فاعل، هنا طبعا النعت ايه؟ نعت جملة. وعند تحويل النعت الجملة الى مفرد اجعل الفعل اسم فقط لا غير، اقول احترم طلابا، هنقول كده عايزين نخليها نعت مفرد، يبقى طلابا مؤدين ما عليهم. 14 صفحة 180 قال الشاعر وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء، النعت في الجملة طبعا أوعية ومستودعات، ده كده نعت ايه؟ نعت مرفوع وعلامة رفع ايه؟ الضمة، يبقى النعت مرفوع، خدنا رقم ألف، خدنا رقم ألف. أنت طالب متفوق، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، طالب خبر، متفوق بتوصف كلمة طالب، يبقى نعت مرفوع وعلامة رفع ايه؟ الضمة. يبقى احنا كده هنبعد رقم جيم ورقم ألف، يتفضل عندي باء وتفضل عندي دال. تعال نشوف المثال الثاني، أنت مجتهد متفوق، طبعا هنا أنت مجتهد، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، مجتهد خبر، وطبعا متفوق خبر ثاني مرفوع علامة رفع الإيه؟ الضمة، أنت مجتهد، أنت متفوق، يبقى كده ده خبر إيه؟ خبر ثاني. يبقى أنا هناخد 15، هناخد رقم دال، نعت وخبر. يبقى متفوق في الجملة الأولى نعت لأنها وصفت كلمة طالب، ومتفوق في الجملة الثانية خبر لأنها أخبرت عن الضمير إن هو أنت. وزي سفهن يخاطبني بحمق فأكره أن أكون له مجيبا، جملة يخاطبني طبعا جملة جملة إيه؟ نعت لزي سفه بتوصفه إن هو يخاطبني، يبقى هنا هنقول جملة ايه؟ جملة نعتية. 17 للموت فينا سهام غير خاطئة، فاته اليوم سهم لم يفت غدا، النعت في الجملة طبعا كلمة ايه؟ النعت في الجملة طبعا كده نعت ايه؟ مفرد، لان هو طبعا سهام، للموت فينا سهام، للموت سهام غير خاطئة، فينا سهام ده مبتدأ مؤخر، يبقى غيره هي نعت، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طبعا هنا وقعت بعد نكرة فتعرب نعت.
14 خدنا رقم ألف نعت إيه؟ نعت مفرد. 14 ماني وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. طبعا هنا مانية بعد مانية أو مالكم أو مالكن اللي بعدها على طول يكون حال، سواء كان حال جملة أو كان مفرد أو شبه جملة، يبقى على طول هنقول جملة وقفت جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال، يبقى جملة حالية. 18 خدنا رقم ألف. علمي غزير وأخلاقي مهذبة ومن تهذب يروي عن مهذبه. هنا طبعا علمي غزير، طبعا العلم غزير، علمي مبتدأ وغزير خبر، أخلاقي مبتدأ ومهذبة خبر. من تهذب يروي، من اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، يروي جملة في محل رفع ايه؟ في محل رفع خبر. يبقى هنا عدد النعوت في البيت السابق لا يوجد نعت. يبقى 19 خدنا رقم دال. 20 أجدادنا ملكوا مفاتيح من الأخلاق يفتحون بها القلوب. في الجملة السابقة ملكوا مفاتيح من الأخلاق يفتحون بها القلوب. في الجملة السابقة نعت مفرد، طبعا ما فيش هنا نعت مفرد. هنا نعت جملة فعلية، هي طبعا حال جملة فعلية، طبعا هنا ايه للضمير. ملكوا مفاتيح يفتحون، او ملكوا مفاتيح من الاخلاق يفتحون ايه؟ يفتحون بها القلوب. يبقى هنا حال جملة فعلية، حال جملة فعلية. 21 رؤيا الصالحين التي يهتدي بها الناس قبس من نور النبوة. حدد النعت ونوع في الجملة السابقة على الترتيب. رؤيا مبتدأ، الصالحين مضاف إليه، التي هنا طبعا هي النعت، ونعت إيه؟ نعت مفرد. يهتدي فعل مضارع، وطبعا دي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. عندي قبس، يبقى رؤيا الصالحين قبس من نور النبوة التي يهتدي بها الناس. هنا كده ايه؟ من نور شبه جملة. يبقى انا كده عندي رقم 22 عندي من نور وشبه ايه؟ وشبه جملة. وعندي كده برضو المفروض لو مكاتب لي اللات هناخد اللات، بس هي من نور، طبعا من نور وشبه ايه؟ وشبه جملة. جملة يهتدي ما كده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مفيش هنا طبعا الصالحين دي مضاف إليه، ما هيش ايه؟ ما هيش نعت. طبعا لو كاتب لي التي هناخد التي، لان التي تعرب ايه؟ تعرب نعت. 23 اي الجمل تشتمل على نعت جملة اسمية. قرأت اليوم قصة تمتلئ بالاحداث، تمتلئ طبعا ده كده جملة فعلية، نعت جملة فعلية. رأيت في منامي رؤيا احداثها مبشرة. علمني ابي الاخلاق الحسنة، ده نعت مفرد، نعت مفرد كلمة الحسنة. ذهبت إلى حديقة تتفتح أزهارها، نعت جملة فعلية. طبعا هنا عندي بقى النعت الجملة الإسمية رقم باء. رأيت في المنام رؤيا، رأيت رؤيا، رؤيا مفعول إيه؟ مفعول به. أحداثها أحداث مبتدأ، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مبشرة خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. يبقى احنا كده 23 خدنا رقم باء. رقم 24 قاضي الحكم العادل يجله الناس. حدد النعت والمنعوت في الجملة السابقة على الترتيب. طبعا قاضي الحكم العادل، طبعا هنا النعت العادل والمنعوت الحكم. يبقى احنا كده 24 خدنا رقم ألف العادل والحكم. 25 قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. حدد النعت ونوع في الآية الكريمة.
طبعا هو ضمير منفصل مبني من محل رفع مبتدا، الله اسم الجلاله خبر مرفوع علامه رفع الضمه، الذي ده طبعا اسم موصول مبني في محل رفع نعت، طبعا كده نعت ايه؟ نعت مفرد. طبعا ما ينفعش نقول لا اله الا الله دي كده جمله، ولا الرحمن، طبعا الرحمن ده خبر والرحيم خبر ثاني، يبقى دي خبر اول وده الرحيم خبر ثاني، طبعا مترفع الايه الضم. يبقى احنا كده 25 خدنا رقم الف الذي ومفرد على العطف من كتابنا كتاب الاضواء صفحه 182. واحد قلنا الحق فغضب اهل الباطل، حرف العطف في الجمله يفيد، طبعا حرف العطف هو الفاء، وهو حرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، طبعا ما ينفعش ترتيب وتراخي، ترتيب وتراخي ده ثم الجمع الواو، التخيير اللي هو ايه ام. يبقى احنا كده بنقول حرف العطف يفيد الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. اثنين احب عمل الخير لا الشر، حدد نوع لا في الجمله، طبعا عمل مفعول به، الخير مضاف اليه، لا الشر لا عاطفه مبنيه على السكون، الشر اسم معطوف، اسم معطوف مجرور وعلامه جره الكسره، يبقى لا هنا عاطفه، يبقى اتنين خدنا رقم دال. اي من الجمل الاتيه تشتمل على اسلوب عطف، طبعا ابادر الى عملي وانا سعيد، هنا طبعا دي جمله ايه؟ جمله حال، الواو واو الحال، ان الحق واضح والباطل كذلك. طبعا هنا ادي ادي ان واسمها وخبرها والباطل كذلك، طبعا ديت جمله معطوفه على الجمله الايه الاولى. سرت والنيل، الواو هنا واو المعيه بمعنى مع، ما بعدها يعرب مفعول معه. النجاح عظيم، لكن هنا طبعا لكن طريقه صعب، لكن هنا حرف استدراك وناسخ. يبقى أنا عندي الجملة التي تشتمل على أسلوب عطف رقم باء، إن الحق واضح والباطل كذلك. لا أصادق المهملين لكن المجتهدين، ما تحته خط، طبعا المهملين مفعول به، لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المجتهدين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، يبقى احنا خدنا معطوف منصوب خدنا رقم باء، أربعة خدنا رقم باء. الأدب تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت، عين المعطوف وعلامة رفعه، طبعا هنا مضيعة اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة، طبعا معطوف على تهذيب. يبقى خمسة خدنا رقم باء، خمسة خدنا رقم باء مضيعة ومرفوع بالضمة. رقم ستة، المتعة الحقيقية لا يعيشها الفنان وحده بل كل محب للفن، حدد المعطوف عليه والمعطوف على الترتيب. هنا طبعا المعطوف عليه هنا الفنان والمعطوف كل، يبقى انا كده هنقول الفنان ده المعطوف عليه، وعندي كل هي الاسم المعطوف، يبقى ستة خدنا رقم جيم. رقم سبعة، لن ألجأ للمخلوق لكن الخالق، ده على مكان لكن، طبعا هنا لكن جملتها منفية، هنضع لا، يبقى كده أول حاجة في لا، طبعا لا جملتها مثبتة، يبقى أنا هنقول ألجأ، وبعدين لا تفيد إثبات الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها، فأنا أقول هنا ألجأ للخالق لا المخلوق. ثمانية، صاحب الصادق لكن الكاذب يجب أن تحذره، كلمة لكن إنه طبعا ما ينفعش حرف عطف، تاني حاجة هي حرف إيه؟ حرف ناسخ. يبقى ثمانية خدنا رقم باء، طبعا جاب لي بعدها جملة اللي هي الكاذب يجب أن تحذره، هنا طبعا ده جملة إيه؟ جملة اسمية، معطوفان لا النافية يكون يكون مفردين،
يبقى احنا كده خدنا رقم باء 9، ان في بيوتنا نقط لا نقط. هنا طبعا هنقول ان في بيوتنا احبابا، علشان هتكون اسم ان مؤخر منصوب علامة نصب الفتحة، يبقى احنا بعدنا رقم الف وبعدنا رقم جيم، هتفضل عندي باء وتفضل عندي دال، احبابا احبابا. بعد كده اعداء متطرفة واتت منصوبة، يبقى احنا كده بنعمل ما لا يضاف الف التنوين ونضع الفتحتين فوق الهمزة، يبقى الصح بتاعي ما ينفعش اعداء وعمل فيها تنوين، عمل فيها الف التنوين بتاعت او الف التنوين في النصب، يبقى انا هنختار رقم دال احبابا واعداء. قال الشاعر: والنقع يوم تراد الخيل يشهد لي، والضرب والسيف والاقلام والكتب. هنا الاسم المعطوف عندي، الاسم المعطوف هنا طبعا ايه؟ مرفوع، كلها اسماء معطوفة مرفوعة، يبقى احنا خدنا رقم الف. 11، قال الشاعر: الحرب لم تقعد بهم امهاتهم، واباؤهم اباء صدق فانجبوا. كلمة اباؤهم هنا طبعا اباؤهم اباء صدق فانجبوا، ده جملة اسمية، يبقى الواو استئنافية، يبقى اباؤهم كلمة اباء تعرب، هنا هنقول كده الواو استئنافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ما بعد الواو الاستئنافية يعرب مبتدأ، يبقى احنا خدنا رقم 11، خدنا رقم الف. 12، قال الشاعر: فنحن على الانجيل والذكر امة، يؤيدها الانجيل بالحق والذكر. كلمة الذكر على الترتيب، طبعا فنحن ضمير منفصل مبني محل رفع مبتدا، على الانجيل على حرف جر، والانجيل اسم مجرور، والذكر اسم معطوف، اسم معطوف ايه؟ اسم معطوف مجرور، اسم معطوف مجرور، امه خبر، خبر المبتدا، يبقى انا كده هناخد مجرور، يبقى بعدنا باء وبعدنا جيم، يبقى انا كده عندي مجرورتان، عندي مجرورة، يبقى اول كلمة في الذكر مجرورة، اسم مجرور، دي كده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. تعال نشوف الجملة الثانية: يؤيدها الانجيل بالحق والذكر. يؤيده، يؤيد فعل مضارع، والهاء ضمير متصل مبني في حال نصب مفعول به، الانجيل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، بالحق يبقى حرف جر، والحق اسم مجرور، والذكر كأن العبارة يؤيدها الإنجيل والذكر اللي هو القرآن بالحق، يبقى الذكر اسم معطوف، الذكر اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يبقى احنا هناخد رقم دال مجرورة ومرفوعة، الأولى معطوفة اسم معطوف مجرور على الانجيل، عشان الانجيل المعطوف عليه ده هنا مجرور، والثانية كلمة الانجيل هنا مرفوعة، فعل مرفوع، يبقى الذكر اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى 12 خدنا رقم دال. صفحة 183 من كتابنا كتاب الأضواء، قال الشاعر: وإذا افتقرت فداوي فقرك بالغناء، عن كل ذي دنس كجلد الأجربي. الفاء في قوله فداو بالشطر الأول، طبعا هنا فاء الجزاء لأنها وقعت في جواب في جواب الشرط، يبقى احنا هناخد رقم ألف، فاء اسمها فاء جزائية أو فاء الواقعة في جواب الشرط ولا استئنافية. رقم 14، قال الشاعر: يغطي عيوب المرء كثرة ماله، يصدق فيما قال وهو كاذب. طالما هو كاذب، الواو في الشطر الثاني من البيت اللي هو وهو كاذب، واو حال، والجملة جملة الجملة على بعضها كده جملة اسمية في محل نصب حال، يبقى احنا كده 14 خدنا رقم باء. 15، سرت وضوء الشمس، طبعا هنا الواو واو المعية اللي بعدها يكون مفعول معه، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى احنا كده هناخد مفعول معه، بعدنا
ألف وبعدنا باء، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي دال. سرت وضوء الشمس ساطع، طبعا هنا الواو استئنافية، ضوء مبتدأ مرفوع علامة رفع للضمة، شمس مضاف إليه ساطع خبر. هنا طبعا هنا الجملة ديت على بعضها كده جملة إيه؟ جملة في محل، جملة اسمية في محل نصب حال. يبقى احنا بناخد رقم دال مفعول معه ومبتدأ. 16 الناس، رقم 16 أخبر الناس كذبا نقط صدقا، ضع حرف العطف المناسب للمعنى. طبعا المفترض ان انا أخبر الناس الصدق، ثم أضربت عن الكلمة التي قلتها وعدلتها بعكس هذه الكلمة، يبقى على طول حرف العطف المناسب بل، اسمه كده حرف عطف يفيد الإضراب وجملته جملة مثبتة. حرف عطف يفيد الإضراب وجملته جملة مثبتة، كأنه أراد أن يقول أخبر الناس الصدق اللسان وقال كذبا ثم عدل عن الكلام، وهنا أستخدم حرف العطف إيه؟ بل. 18 قال الشاعر ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. الواو هنا واو الحال، والجملة في محل نصب حال، يبقى الواو في البيت حالية، يبقى احنا خدنا رقم باء. 18 قال الشاعر نحن بني الأرض وسكانها منها خلقنا وإليها نعود. نحن بني الأرض وسكانها، طبعا سكان معطوف على بنو، يبقى معطوف مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى احنا 18 خدنا رقم باء معطوف مرفوع. 18 لا تعتمد على الصدفة لكن بذل الجهد، طبعا هنا الصدفة اسم مجرور لكن حرف عطف، بذلي يبقى اسم معطوف مجرور، اسم معطوف مجرور، يبقى لا هنا عاطفة. حب الفواكه لكن فوائدها كثيرة، طبعا هنا فوائدها كثيرة جملة اسمية، يبقى لكن حرف ناسخ، يبقى انا هناخد حرف عطف وحرف ناسخ، يبقى 19 خدنا رقم ألف حرف عطف وحرف ناسخ. رقم 20 عاد الرجل إلى بيته والناس غارقون في النوم، طبعا ما تحته خط، طبعا هنا الناس هتكون مبتدأ الواو حرف الواو استئنافية، والناس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، غارقون خبر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. يبقى احنا خدنا رقم دال 20، خدنا رقم دال مبتدأ مرفوع. 20 ميز الجملة الآتية التي تشتمل على أسلوب عطف، الجو جميل ولكن السماء ملبدة بالغيوم. طبعا هنا كده ايه حرف ناسخ، لكن حرف ناسخ ليس عاطفا. ما صدقت سفيها لكن عاقلا، طبعا عاقلا اسم معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة، لكن هنا عاطفة، يبقى احنا كده هنشوف بقية الأمثلة، يبقى كده ده العبارة اللي بتشتمل على أسلوب عطف. نكمل، من الممكن أن يكون الظالم قويا لكن المظلوم بالله أقوى، طبعا هنا حرف ناسخ عشان جملة اسمية. قول الحق مسؤولية لكن عواقبه طيبة، برضو ده حرف ناسخ، يبقى 21 خدنا رقم باء، 21 خدنا رقم باء. 22 أحب ساعة الشروق لا ساعة الغروب، استبدل لكن بلا محافظا على المعنى وغير ما يلزم. في الجملة على طول نستخدم النفي، يبقى بعيدنا الإثبات، لكن لابد أن تكون جملتها جملة منفية، يبقى لا أحب مشاهدة، ده كده جاب لي الجملة منفية في به ودان. بعد كده هيقول لي احنا مش عايزين مشاهدة مشاهدة الغروب، لا أحب مشاهدة ساعة الغروب لكن ساعة الشروق، لا أحب مشاهدة ساعة الشروق لكن ساعة الغروب، يبقى هنا طبعا هناخد رقم رقم باء، إن هو أثبت الرؤية لساعة الغروب، نفى الرؤية عن ساعة عن ساعة الغروب، وأثبت لساعة لساعة الشروق، كده حافظنا على نفس المعنى. 20 حدد الجملة الآتية التي فيها حرف عطف
يثبت الحكم لما قبله وينفيه عما بعده، على طول نستخدم حرف العطف لا. يقول لك حرف العطف لا حرف حرف يثبت الحكم لما قبله وينفيه عما بعده. ما رأيت الشر، طبعا دي بل حرف إضراب انتقالي يثبت الحكم لما بعده وينفيه عما قبله. جاء الطلاب، فدي كده الترتيب والتعقيب. عندي دخل القائد وجنوده مسرعين، واو العطف، ينتصر الحق للباطل، يبقى احنا 23 خدنا رقم دال. ينتصر الحق للباطل، الباطل اسم معطوف مرفوع علامه رفع الضم. تطبيقات على التوكيد من كتابنا كتاب الاضواء صفحه 187. السؤال الاول، الطالب والمعلمه نقط يستحقان التكريم. طبعا اذا وجدت مثنى فاستخدم كلاهما او كلتاهما على حسب، او مذكر ومؤنث او مؤنث ومذكر، طبعا اختار كلاهما او كليهما على حسب الايه، على حسب اعراب المؤكد. اما اذا كان الاثنان مؤنث فهنا اختار كلتاهما او كلتيهما. هنا طبعا الطالب والمعلمه اختار كلاهما، سوف تكون توكيد معناه مرفوع علامه رفع الالف لانه ملحق بالمثنى وهو من ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى واحد خدنا رقم دال. رقم اثنين، العالم اجمع يحب السلام ما تحته خط. طبعا اجمع واجمعون تعرب ايه؟ تعرب توكيد. طبعا هنا العالم اجمع زي العالم جميعه، يبقى اجمع مثل جميعه في الاستخدام، يبقى على طول توكيد معناه مرفوع علامه رفعه الايه؟ الضمه. يبقى احنا خدنا اثنين رقم جيم. لا تهمل انت واجبك. هنا طبعا تهمل فعل مضارع مجزوم علامه جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره انت، وانت الثانيه ضمير منفصل مبني في محل رفع توكيد لفظي، في محل رفع توكيد لفظي. يبقى احنا هناخد رقم ايه؟ رقم الف. طبعا فعل الامر المسند للضمير المخاطب المذكر ده مستتر وجوبا، فعل الامر ده مستتر وجوبا، وبالتالي اذا ذكر بعده ضمير فيعرب توكيد لفظي. اربعه، الطالب المجتهد نفسه عاتب نفسه على التقصير. اعرب كلمه نفسه على الترتيب. طبعا هنا الطالب المجتهد، الطالب مبتدا، المجتهد نعت مرفوع، نفسه توكيد، طبعا عاتب نفسه ده خبر جمله فعليه، فنفسه توكيد معناه مرفوع علامه رفع الضمه والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى كده استبعدنا رقم الف واستبعدنا رقم باء، فضل عندي توكيد معناه مرفوع وكلاهما توكيد معناه. بعد كده عاتب، طبعا الفعل ضمير مستتر تقديره هو. ماذا عاتب؟ عاتب نفسه، نفس مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى اربعه خدنا رقم جيم، توكيد معناه مرفوع ومفعول ايه؟ مفعول به. خمسه، اخاك فان من لا اخ له كساع الى الهيجة بغير سلاح. طبعا البيت السابق به من التوابع، اخاك الاولى مفعول به منصوب على الاغراء، واخاك الثانيه توكيد لفظي، توكيد لفظي. بعد كده كساع الى الهيجة بغير سلاح، ده ايه؟ نعت. يبقى هنا في العباره، تابعان. يبقى احنا خمسه خدنا رقم باء في العباره تابعان. سته، تهتم كل الدول برعايه الاطفال عند جعل الفاعل توكيدا لجمله. طبعا كل فاعل هنحولها لتوكيد، اقول تهتم الدول، كل الدول ولا كل الاطفال ولا كل الدول، يبقى تهتم الدول كلها برعاية الأطفال. يبقى كله هتبقى توكيد معناه مرفوع علامة رفع الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى ستة خدنا رقم دال، تهتم الدول كلها برعاية الأطفال. سبعة، المجرم نفسه يؤذي بأفعاله السيئة نفسه. المجرم يؤذي المجرم نفسه يؤذي نفسه بأفعاله السيئة،
وهنا طبعا خبر جملة فعلية جاز الاستغناء عن كلمة نفسه الأولى فهي توكيد، يبقى استبعدنا مفعول به. ويتفضل عندي ثلاث اختيارات توكيد في الأول، بعد كده يؤذي نفسه، ماذا يؤذي؟ يؤذي نفسه، نفس مفعول به، والهاء ضمير متصل مبني بمحل جر مضاف إليه. يبقى 7 أخذنا رقم جيم توكيد مرفوع ومفعول به منصوب. 8 الجندياني كلاهما مؤد واجبه، إعراب ما تحته خط. طبعا لا يجوز أن أقول الجندياني مؤد واجبه، فهنا إذا كان كلا وكلتا أو ألفاظ التوكيد المعنوي عموما متصلة بضمير وموجود مؤكد وجاز الاستغناء عنها في العبارة واستقام المعنى فتعرب توكيد. إذا حذفها من العبارة وبالتالي هي تكون مبتدأ إيه؟ مبتدأ ثاني. فهنا لا أستطيع أن أقول الجنديان مؤدي واجبه، يبقى هنا كلاهما كلا مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى 8 خدنا رقم جيم ثاني مرفوع علامة رفعه الألف. طيب متى أعرف كلاهما توكيد؟ إذا قلت كلاهما مؤديان واجبهما، يبقى خد بعد كلا وكلتا، إذا جه مفرد خلاص هي تعرب مبتدأ ثاني، إذا جه مثنى هتعرب توكيد. حرم الآباء أنفسهم الأمام بسبب أبنائهم ما تحت خط. حرم الآباء، الآباء فاعل، أنفسهم طبعا هنا لا يجوز الاستغناء عن كلمة أنفس، فهنا ماذا حرم الآباء أنفسهم، يبقى هنا أنفس هتكون مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى مفعول به. ما ينفعش حرم الآباء الأمان بسبب أبنائهم، لن تستقيم الإيه العبارة. رقم 10 الطالبان كلاهما يقظان، هنا طبعا يقظان هنا يعني هنا يقظ صيغة مبالغة، يقظ الياء مفتوحة والقاف مكسورة ودي صيغة مبالغة، وهنا أقول المثنى بتاع يقظ يقظان والظاء مكسورة فهنا مثنى، فالطالبان يقظان يبقى الطالبان مبتدأ ويقظان خبر، كلاهما توكيد معنوي، كلا توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى 10 خدنا رقم جيم. 11 نفس الرجل متعبة، اجعل المبتدأ التوكيد وغير ما يلزم، يبقى أقول الرجل نفسه وأقول متعب، يبقى الرجل متعب استقام المعنى، يبقى نفسه هنا تعرب إيه؟ نفس توكيد والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى أنا كده حولت الجملة أو كلمة نفس من مبتدأ لتوكيد. 12 شعب مصر مصر على الكفاح ما تحت وخط على الترتيب كلمتان، طبعا شعب مبتدأ ومصر مضاف إليه يعني الكلمة مجرورة، استبعدنا ألف واستبعدنا جيم، تفضل عندي باء وتفضل عندي دال. شعب مصر مصر على الكفاح، شعب مصر ماله مصر، يبقى مصر خبر مرفوع علامة رفع الإيه الضمة، يبقى احنا خدنا رقم دال مجرورة ومرفوعة. رقم 13 صفحة 188 من كتابنا كتاب الأضواء تدريبات على التوكيد، بيقول كلا العاملين يبذل جهده، جعل المضاف توكيدا نقول، هنا طبعا العاملين هتأتي في أول عبارة يبقى العاملان، يبقى هنستبعد ألف ونستبعد باء، بعد كده العاملان كلاهما احنا عايزين توكيد، يبقى كلاهما يبذلان، ما ينفعش ايه يعني استبعد كمان كده دال، اتفضل عند جيم. يبقى 13 خدنا رقم جيم، العاملان كلاهما يبذلان جهدهما، يبقى اقول العاملان يبذلان، يبذلان فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون والف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا، كلاهما كلا توكيد معناه مرفوع علامه رفع الالف لانه ملحق بالمثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى 13 خدنا رقم جيم. 14 الجندي عينه اصيبت، كلمه عينه
طبعا هنا لا يجوز أن أقول الجندي أصيبت، فبالتالي كلمة عينه مبتدأ وثاني مرفوع علامة رفع الضمة والهاء الضمير المتصل مبني محل جر مضاف إليه، وأصيبت جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يبقى احنا 14 خدنا رقم جيم مبتدأ. 15 هذا الخطأ عينه بدقة كي تتمكن من تصويب كلمة عينه. فهنا طبعا عين ده فعل ايه؟ فعل امر مبني على السكون، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. يبقى كلمة عينه مبنية. طبعا هنا ليست ايه؟ توكيد. طبعا هي نفس كتابة عينه لكن هنا طبعا مختلفة في الايه؟ الاستعمال. 16 الكتابان كلاهما يحثان على الفضيلة. اجعل ما تحت خط معربا بعلامة مقدرة. هنا طبعا كلاهما توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، لكي أجعله معربا بعلامة مقدرة. طبعا كلا وكلتا يعربان بعلامات مقدرة، إعراب الاسم المفرد أي الاسم المقصور إذا لم يتصل بضمير. أقول كلا الكتابين ما بعد كلا وكلتا يعرب مضاف إليه يحثان على الفضيلة. يبقى كلا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة للتعذر. يبقى هنا ايه؟ الضمة بتاعته ضمة ايه؟ مقدرة. 17 اجتهدوا جميعكم في طلب العلم. الجملة الثانية اجتهدوا جميعا في طلب العلم ما تحت خط على الترتيب. طبعا هنا اجتهدوا فعل امر مبني على حذف النون، وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. جميعكم جميع توكيد معنوي للضمير اللي هو واو الجماعه، يبقى توكيد معنوي مرفوع وعلامه رفعه الضمه، وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى احنا هناخد اول حاجه توكيد مرفوع، استبعدنا رقم دال واستبعدنا رقم الف، فضل عندي الاولى توكيد مرفوع. اجتهدوا جميعا، جميع نكره منونه منصوبه تعرب حال منصوب وعلامه نصب الفتحه، هنا طبعا حال مفردة. يبقى انا بناخد 17 خدنا رقم جيم، 17 خدنا رقم جيم. 10 اجتمع الطلاب اجمعون، والجملة الثانية اجتمع الطلاب اجمعين ما تحت خط على الترتيب. عود نفسك طبعا جميع واجمع وجمع واجمعون تعرب توكيد، فبالتالي كلمة اجمعون بالواو والنون على طول هتعرب توكيد. يبقى انا هنستبعد كده ألف ونستبعد جيم، يتفضل عندي باء وتفضل عندي دال. بعد كده كلمة أجمعين بالياء والنون تعرب إيه؟ تعرب حال. يبقى هنقول أجمعون واو ونون تعرب توكيد، أجمعين ياء ونون تعرب حال. احفظها كده، أجمعون واو ونون توكيد، ياء ونون تكون حال. يبقى احنا هناخد توكيد مع توكيد معناه مرفوع، وطبعا هنا هيكون مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، وهنا طبعا برضو هيكون حال منصوب علامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. يبقى 18 خدنا رقم دال توكيد وحال. 19 تخير من الكتب أنفسها لا رديئها ما تحت خط. طبعا هنا تخير فعل أمر والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، من الكتب من حرف جر والكتب اسم مجرور، أنفس يعني أغلاها قيمة وأغلاها منفعة وأغزرها معلومات، فهي من النفاسة بمعنى القيمة العالية. فهنا تخير الأنفس من الكتب، طبعا هنا مفعول إيه؟ مفعول به. يبقى 19 خدنا رقم باء مفعول إيه؟ مفعول به، وطبعا الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. هنا لا رديئها، طبعا رديء هتكون اسم معطوف منصوب علامه نصب الايه؟ الفتحه. 20 اعجبت بالخطيبين، طبعا بالخطيبين جر ومجرور، يبقى على طول ناخد كليهما. طبعا ما فيش هنا كليهما، ده جايب لي كلاهما وجايب لي كلتيهما، يبقى استبعدنا ما ينفعش نفسيهما. طبعا الادق لغويا والأفصح لغويا عند التوكيد بنفس وعين
للمثنى أو الجمع أو جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم، تجمع كلمة نفس أو عين وأقول أنفس أو أعين، ثم أضيف لها الضمير المناسب، يبقى هما للمثنى وهم للجمع المذكر السالم وهن للجمع المؤنث السالم، يبقى أقول أعجبت بالخطيبين أنفسهما، يبقى أنفسهما، يبقى خدنا رقم دال 20، خدنا رقم دال 21. كلا الجنديين يؤدي واجبه، اجعل المبتدأ في الجملة السابقة توكيدا معنويا مع تغيير ما يلزم. هنا بقى أأتي بالمضاف إليه الجنديان، يبقى استبعدنا رقم جيم، هتفضل عندي ألف وباء ودال. بعد كده كلاهما اتفقنا عشان تكون توكيد لابد أن يأتي بعدها، يأتي بعدها مثنى، يبقى هنا مثلا لو خدناها كلاهما يبقى أنا أقول كلاهما مؤديان، لو احنا افترضنا ان هي مثنى الاول عشان تاخد الفكر بتاعتها جميعا، يبقى كلاهما مؤديان. طيب جايب لي فعل، لابد ان يكون اذا كان فعل مضارع لابد يكون هناخد كده كلاهما او كلا وكلتا، بعدها فعل مضارع بدون ان هو يكون افعال الخمسة بدون الاسناد لالف الاثنين، يبقى كلاهما، يعني انا اقول كلا الجنديان كلاهما يؤدي، لن يستقيم المعنى، مش هتكون توكيد، ده هتكون مبتدا. يبقى انا هنقول كده اهو كلاهما مبتدا ثاني. كليهما برضو مش هينفع، لان هي برضو لان هي جايب لي كلاهما، المفروض كليهما، المفروض انا نقول كلاهما يعني مرفوع، وبعدين جايب لي هنا مفرد. هنا بقى الجنديان كلاهما يؤديان، يعني انا جبت الافعال خمسة، يبقى احنا بناخد رقم دال 21، خدنا رقم دال، الجنديان كلاهما يؤديان واجبهما. اذا حذفنا كلاهما وقلنا الجنديان يؤديان واجبهما، استقام المعنى او الجملة مستقيمة، يبقى دي طبعا افعال خمسة هتبقى فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. طب اذا افترضت ان انا اقول الجنديان، طبعا هنا ادى، لو قلت كلاهما أدى خلاص يبقى كلاهما مبتدأ، عايز بقى نجيبها مثنى، أقول أديا واجبهما، هنا هتعرب هتعرب توكيد. يبقى أنت كده خدت فكرة في ثلاثة، الجنديان كلاهما مؤديان واجبهما يبقى توكيد، الجنديان كلاهما يؤديان واجبهما بالفعل المضارع يكون افعال خمسة، لو فعل ماضي هنسنده الالف الاثنين، يبقى الجنديان كلاهما اديا واجبهما، يبقى انت كده الثلاثة توكيد. 22، اي الجمل الاتية تشتمل على توكيد لفظي، اكل الكل الطعام، طبعا ما فيش توكيد، قدم المجرم نفسه، نفسه هنا مفعول به، يقاوم الشعب المحتل دينعت، المحتل أرضه، هنا طبعا مفعول به، مفعول به ما ينفعش ما ينفعش توكيد، ما ينفعش توكيد، لكن هنا التوكيد ينتصر، ينتصر صاحب الحق لا محاله، طبعا هنا توكيد بالايه بتكرار الفعل. يبقى 22 خدنا رقم دال. 20، اي الجمل الاتية تشتمل على توكيد معنوي، يحرم الحارس عينه من النوم، ماذا يحرم الحارس عينه، مفعول مفعول به، هي طبعا بمعنى عدو الابصار، يبقى احنا استبعدنا رقم الف، يضحي الحارس براحة عينه من اجل ابنائه، طبعا برضو العين هنا مضاف اليه وليس توكيد، يبقى احنا استبعدنا رقم باء، يقدم الحارس عينه تضحيات كثيرة في عمله، هنا طبعا يقدم الحارس تضحيات، يبقى عين هنا توكيد، يبقى احنا خدنا رقم جيم، تعال نجرب دال، يجعل الحارس عينه، طبعا مش هتنفع، يبقى احنا 23 خدنا رقم جيم، عينه هتكون توكيد، عين توكيد معناه مرفوع علامة رفع الضمة، وهاء والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، وجاز الاستغناء عنها في العبارة. 24، القائدان كلاهما مخلص لوطنه،
طبعا هنا كلاهما كلاهما مبتدأ ثاني وليس توكيد، وبالتالي دخل عليها إن، دخل عليها كان، تبقى كما هي لا تتغير ولا تتأثر بالإعراب وتظل حالتها كما هي. أقول إن القائدين، إحنا عايزين ادخل إن، ما قالكش حافظ عليها أو اجعلها، يعني اجعل كلاهما توكيد أو خلافه، يبقى إن كلا القائدين، بعدنا إن كلا، بعد كده إن القائدين كلاهما مخلصان، برضو بعدنا دي، إن القائدين كلاهما مخلص، يبقى إحنا بناخد رقم د تبقى كما هي بلا إيه، بلا تغيير. كل التغيير اللي أنا عملته بالنسبة لكلمة القائدان، بدل ما هي مرفوعة أصبحت منصوبة لأنها تكون اسم إن، ولكن الجملة بتاعت كلاهما مخلص كما هي لأنها هتكون خبر إيه، خبر إن. حتى لو أدخلت عليها فعل ناسخ فهتكون القائدان كما هي مرفوعة، والجملة كما هي هتكون في محل نصب خبر للفعل الإيه، الناسخ. 25، فقد المقاتل عينه، عينيه هذه المرة، ما إذا إعراب ما تحته قط على الترتيب. إذا حذفنا عينه من العبارة استقام المعنى فقد المقاتل عينيه هذه المرة، فهنا عينه، عين هتكون توكيد معناه مرفوع وعلامة رفع الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى احنا كده استبعدنا ألف واستبعدنا باء عشان بدأ بعينه عملها مفعول به لكن هي توكيد معناه. بعد كده عينيه، ماذا فقد المقاتل؟ فقد المقاتل عينيه، يبقى هتكون مفعول به منصوب علامة نصب الياء لأنه مثنى والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى 25 خدنا رقم جيم توكيد معناه مرفوع ومفعول به منصوب. التطبيقات على درس البدل من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 191. السؤال الأول، سرني العامل إخلاصه. سر فعل ماضي مبني على الفتح والنون نون الوقاية، حرف مبني على الكسر لمحل لوم الإعراب، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، العامل فاعل، إخلاصه، إخلاص هتكون بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى رقم واحد خدنا رقم باء. 2، أعجبني القارئ صوته. أعجب فعل ماضي والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، القارئ فاعل، صوته بدل اشتمال، طبعا صوت بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى رقم 2 خدنا رقم باء بدل اشتمال. أقدر هذه المبادئ القويمة ويدرك هذا الفطن، ميز البدل في الجملة. طبعا أقدر فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، هذه اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به، المبادئ طبعا يجوز حذف هذه من العبارة، وهنا المبادئ مطابق منصوب علامة نصب الفتحة، القومة نعت منصوب، يبقى احنا هناخد الايه البدل هي كلمة المبادئ، يبقى 3 خدنا رقم ألف. رقم 4، قرأت الكتاب معظمه، ما تحت الخط معظمه، طبعا معظم معظم وأغلب وأكثر وأقل، هذه الكلمات يعرب يعرب بدل بعض من كل. هنا هناخد معظمه، معظم هتكون بدل بعض من كل منصوب علامة نصب الايه الفتحة والهاء ضمير متصل مبني محل جر مضاف اليه، يبقى 4 خدنا رقم د. 5، علينا ان نشيد البناء، طبعا البناء مفعول به، معرفة في نهاية جملة مفيدة، اتى هذا الاسم او نكر هذا الاسم، يبقى على طول يعرب ايه، يعرب بدل، بدل مطابق، طبعا هنا بشرط ان انا ايه يكون قبله الاسم المعرفة منه، يكون في نهاية جملة مفيدة، يبقى احنا 5 خدنا رقم باء. 5 خدنا رقم باء. 6، اعجبتني القصة. القصة فاعل مرفوع علامة رفع الايه الضمة، احداثها احداث بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى 6 خدنا رقم د بدل مرفوع. 7،
الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، إذا ذكر اسم ثم فصل هذا الاسم وهو بدل بعض من إيه؟ بدل بعض من كل، ده بنقول عليه تفصيل، وبدل التفصيل ده بعض من إيه؟ بعض من كل، يبقى 7 خدنا رقم دال. أعجبني الولد، الولد فاعل، خلقا تمييز، ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، اجعل التمييز بدلا، أقول أعجبني الولد خلقه، يبقى خلق هتكون بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. عاد القائد منتصرا، كيف عاد القائد منتصرا؟ منتصرا هتكون حال منصوبة علامة نصبها الفتحة، يبقى احنا بعيدنا رقم باء، اتفضل عند ألف وجيم ودال، التلاتة بادئين بحال منصوبة. بعد كده عاد القائد، القائد فاعل، منتصر، طبعا هنا منتصر، هنا ده اسم الايه؟ اسم القائد، وهو كده بدل مرفوع وعلامة رفع الايه؟ الضمة. يبقى احنا خدنا رقم دال، 9 خدنا رقم دال، حال وبدل. ظل المعلم شرحه رائعا، اذا حذفت كلمة شرحه فظل المعلم رائعا، رائعا هتكون خبر ظل منصوب علامة نصب الفتحة، شرحه هتكون بدل شرح، بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة، ولا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى أنا عندي هنبعد ألف ونبعد باء، عندي 2 بدل اشتمال جيم ودال. بعد كده ظل المعلم، اسم ظل مرفوع علامة رفع الضمة، شرحه رائع، طبعا مش هينفع نقول ظل المعلم رائع بدون نصب كلمة رائعا، يبقى شرحه مبتدأ ثاني مرفوع، شرح مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الايه؟ الضمة، ولا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى احنا خدنا 10 رقم جيم، بدل اشتمال ومبتدأ ثاني. 10 عمر الفاروق عدله ملأ البلاد، بلاد العرب والعجم، البدل في الجملة، طبعا البدل هنا ملأ البلاد، البلاد مفعول به، بلاد، يبقى هنا بدل بعض من ايه؟ من كل، يبقى البدل هو كلمة بلاد رقم دال. 12 بلادنا الحبيبة عريقة ويعرف هذا القاصي والداني، هنا طبعا بلادنا بلاد مبتدأ والناء مضاف إليه، الحبيبة نعت، نعت مرفوع وعلامة رفع الايه؟ الضمة، عريقة خبر ويعرف فعل مضارع، هذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول ايه؟ مفعول به، القاصي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وهنا الواو حرف عطف، والداني اسم ايه؟ اسم معطوف، يبقى تحتوي العبارة على تابعين، يبقى 12 خدنا رقم باء، تابعين، طبعا عندي الحبيبة نعت، وعندي الداني اسم معطوف مرفوع، وطبعا عندي التوابع 4، النعت والعطف والتوكيد والبدل. 12 هذه المناطق رائعة معالمها، طبعا هذه رائعة معالمها، استغنينا عن كلمة المناطق، يبقى المناطق هتعرب بدل، ومدين الأربعة بدل. بعدين رائعة، هذه المناطق رائعة، رائعة خبر، معالمها طبعا فاعل، اسم الفاعل رائعة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى فاعل، يبقى احنا كده بعدنا باء وبعدنا دال، اتفضل عندي ألف واتفضل عندي جيم، الأولى بدل والثانية فاعل، هذه مناطق، الاسم النكرة، نكرة بعد اسم الإشارة يعرب خبر، خبر مرفوع علامة رفع الضمة، طبعا برضو جايب لي التالتة خبر مشتركة في الاتنين، معالمها رائعة، هنا طبعا معالمها رائعة، معالمها هتكون معالم مبتدأ، مبتدأ ثاني، ورائعة خبر، والجملة الاسمية من مبتدأ الثاني وخبر في محل رفع نعت لكلمة مناطق، يبقى احنا هناخد بدل وبعدين فاعل وبعدين خبر وبعدين مبتدأ، يبقى احنا 13 خدنا رقم ألف، 13 خدنا رقم ألف. 13 صفحة 192 من كتاب، من كتاب الأضواء، سرني المعلم شرحه واضح، هنا
هتكون شرحه واضح. هنا طبعا مش هينفع نستغنى عن كلمة شرحه ونقول سران المعلم واضح، فهنا كلمة شرحه هتكون مبتدأ ثاني أو مبتدأ مرفوع علامة رفع الايه الضمة. هنا في الحالة ديت بعدنا كده ألف وبعدنا باء، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي دال، ده مبتدأ. وبعدين سران المعلم شرحه الواضح، هنا طبعا شرح هتكون بدل، وهتكون بدل مرفوع، يبقى احنا خدنا رقم خدنا رقم جيم 14، خدنا رقم جيم 15. صاحبا الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم في شأنه معنانا، نوع التابع في البيت. طبعا هنا ذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به، الزمان بدل مطابق منصوب علامة نصبه الايه الفتحة، يبقى نوع التابع في البيت هو البدل. طبعا مفيش لا توكيد ولا معطوف ولا ايه ولا نعت، يبقى 15 خدنا رقم د. 15 الجندي سلاحه حاد، كلمة سلاحه طبعا مينفعش نقول الجندي حاد، فسلاحه مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الايه الضمة، ويبقى احنا 16 خدنا رقم جيم. 17 انتم ابطال عظماء، عند وضع هؤلاء بدلا من انتم تصبح كلمة ابطال كما هي. طبعا ابطال هنا خبر خبر المبتدأ، خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، عند وضع اسم الإشارة هي كما هي هتكون طبعا جاي اسم نكرة هيبقى يعرب ايه يعرب خبر، يبقى هؤلاء هؤلاء أبطال عظماء. طبعا عندي اسم الإشارة إذا جه بعده نكرة وهو في بداية الجملة يبقى على طول هو يعرب مبتدأ في محل رفع مبتدأ، واللي بعده خبر، يبقى احنا 17 خدنا رقم د، خبر مرفوع علامة رفع الايه الضم. 18 هذه البلاد بلاد العرب، تحت خط على الترتيب. طبعا اذا ذكرنا او قلنا اذا كان هناك اسم معرب بالالف واللام وذكر نفس الاسم نكرة ممكن نعرفه بدل، بس في حالة ان يكون الاسم المعرفة ده في نهاية جملة مفيدة. فطبعا هذه البلاد طبعا مش جملة مفيدة، فالبلاد تعرب بدل بدل مطابق مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى احنا بعدنا رقم ألف. عند التلاتة ب وجيم ودال كده بديل ببدل مرفوع. بعد كده هنقول بلاده، يبقى هذه بلاد العرب، طبعا استغنينا عن كلمة البلاد، يبقى خبر، يبقى احنا هناخد بدل مرفوع وخبر، يبقى 18 خدنا رقم دال بدل مرفوع وخبر مرفوع. 18 احترم معلم احتراما، احتراما مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة، اجعل المصدر بدلا مطابقا ماضي على المعنى، يبقى احترم معلمي هذا الاحترام، يبقى انا كده جبت هذا نائب عن المفعول المطلق، والاحترام والاحترام هتكون ايه هتكون بدل، والاحترام بدل. 20 المواطن الذي يخدم بلاده مواطن صالح، كلمة مواطن، المواطن مبتدأ، الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت، يخدم بلاده جملة صلة موصولة محل له من الإعراب، المواطن مواطن صالح، يبقى مواطن خبر مرفوع علامة رفع الضمة، صالح نعت، يبقى احنا 20 خدنا رقم جيم، 20 خدنا رقم جيم. 21 قال أعرابي أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، أعرب ما تحته خط. هنا أبو حفص عمر، عمر هتكون بدل مطابق مرفوع وعلامة رفع الايه الضمة، يبقى احنا خدنا رقم باء. 21 خدنا رقم باء. 20 أعجبني القارئ صوتا، القارئ القارئ فاعل، وصوتا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، يبقى أنا ما عنديش غير تمييز في حالة واحدة بس اللي هي رقم جيم. طبعا هنا مفعول، هنا بدل، هنا فاعل، يبقى احنا بعدنا التلاتة، يتفضل عندي رقم جيم. وبعدين أعجبني القارئ صوته، طبعا ده بدل اشتمال،
يبقى احنا كده تمييز وبدل. واعجبني في القارئ صوته، اعجبني صوته، الصوت في القارئ. هنا طبعا لا يجوز الاستغناء عن كلمة صوت، لا يجوز ان اقول اعجبني في القارئ فاقول من اللي اعجبك الصوت، يبقى فاعل. يبقى هنا ايه؟ يبقى احنا خدنا تمييز وبدل وفاعل. 23. ميز الجملة التي تشتمل على بدل مطابق. الصدق منجي ويعي هذا الزكي، طبعا مفيش بدل. نهض عمر الفاروق، هنا طبعا الفاروق دي نعت وعمر فاعل. اقدر القاضي العادل، هنا العادل نعت. لكن احب القراءة، خلاص الجملة مفيدة. وبعدين قال لي قراءة، يبقى بدل مطابق، بدل مطابق منصوب وعلامة نصب الفتحة. يبقى هنا على طول خدنا رقم باء 23، خدنا رقم باء. 24. نال الدكتور زويل جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999. ميز ما تحت وخط على الترتيب. الدكتور زويل، طبعا الدكتور احمد، الدكتور زويل، المعلم احمد، وهكذا. اللي بعد اللي بعدها يكون ايه؟ بدل. يبقى احنا على طول مفيش غير هي بدل واحده بس اهيت. وطبعا بعدنا الايه؟ بعدنا الثلاثه، يبقى زويل بدل. وماذا نال الدكتور؟ جائزه، يبقى مفعول به. يبقى 24 خدنا رقم الف. قال الامام علي: ان الاسود، اسود الغاب همتها يوم كريهه، يوم كريهة في المسلوب إلى السلب. هنا طبعا إن الأسود، أسود الغاب همتها يوم كريهة، يبقى هنا أسود هتكون بدل مطابق منصوب علامة نصب الفتحة. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب، وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.